حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ في موقع الحرة: مخاوف من وجود خطة للتخلص من جميع المحكومين بالإعدام في العراق. قائد ستونكم بغداد تريد استمرار الوجود العسكري الأمريكي، هذا في صحيفة الزمان. وفي صحيفة العربي الجديد: تظاهرات واسعة في الناصرية للمطالبة بالكشف عن مصير الناشطين المخطوفين. صحيفة واخبار الخليج: مصدر عراقي: قنصليات وهمية في أوروبا تتقاضى رواتبها جهات نافذة. من صحيفة القدس العربي نقرأ: السودان يسجل سابقة أولى بالتصويت لمصلحة مقترح إسرائيلي في الأمم المتحدة. في صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة إقليم كرباخ. نطلع في صحيفة اندبندنت عربية: جورجيا تؤكد فوز بايدن بأصواتها وترامب يتعرض لانتكاسة قضائية. تبدو إعادة التوازن إلى السياسة العراقية التي تمر في نزع سلاح القوى غير الشرعية كميليشيات إيران تبدو في غاية الصعوبة، ويزيد من صعوبتها الإصرار الإيراني بكون العراق مجرد مستعمرة تدار من طهران. خير الله قال في صحيفة العرب اللندنية إن أكثر ما يدل على مدى هذا الإصرار الإيراني على منع العراق من إعادة ترميم علاقاته العربية الحملة التي انطلقت من جيوب موالية لإيران تركز على أن الاستثمارات السعودية في العراق نوع من الاستعمار. هل وصل التخلف في أوساط عراقية معينة مرتبطة عضوياً بالمشروع التوسعي الإيراني إلى اعتبار من يوظف في مشاريع داخل العراق يمتلك عقلية المستعمر؟ إنه بالفعل تسخيف لكل القواعد التي تقوم عليها العلاقات بين الدول في القرن 21، فكيف الأمر بين دولتين جارتين يربط بينهما تاريخ طويل وتواصل على كل صعيد؟ بما في ذلك بين العشائر والعائلات العراقية والسعودية. طبيعي اشتداد الحملة الإيرانية على التقارب السعودي العراقي. هناك في الوقت الحاضر نظام إيراني أكثر عدوانية تجاه دول المنطقة، يخشى هذا النظام إفلات العراق منه. هذا ما يفسر إلى حد كبير إطلاق صواريخ في اتجاه السفارة الأمريكية في بغداد عشية افتتاح معبر عرعر، بكل ما يرمز إليه من إصرار عراقي على البعد العربي للبلد بمواطنيه الشيعة والسنة. لا يمكن وضع الروح العدوانية لإيران التي ازدادت هذه الأيام خارج إطار فشل دونالد ترامب في الفوز بولاية ثانية وبدء العمل من أجل تشكيل إدارة جديدة برئاسة جو بايدن. من الواضح أن إيران تنوي التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة من موقع قوة، وعن طريق تأكيد أنها تمسك بأوراقها العراقية والسورية واللبنانية واليمنية بطريقة جيدة وبإحكام شديد. وتساءل الكاتب: إلى أي مدى يستطيع العراق المحافظة على مقاومته المشروع الإيراني؟ الكثير سيعتمد على الإدارة الجديدة في واشنطن، وليس معروفا بعد هل سيكون جو بايدن ذا سياسة خاصة به أم يكون باراك أوباما آخر؟ لا توجد تركيبة سياسية في أي بلد في العالم خرجت من عمق طبخة احتلال الأمريكيين لبلدهم كما حصل في العراق. حتى الذين نراهم اليوم يحملون على الجانب الأمريكي إنما كانوا لصيقين بالتركيبة السياسية التي ينتجها الحاكم الأمريكي بول بريمر ووضعها على سكة الحكم. فاتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أنه تأسيساً على تلك العلاقة الوثيقة يمكن أن نستنتج أن هؤلاء السياسيين أخفقوا في اكتساب الخبرة من تلك المعاشرة،
ولم يفيدوا في استخدامها لاحقا لإعادة العراق إلى وضع سليم بين دول المنطقة. أول خطأ استراتيجي هو في توقيع اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية بعد العام 2010 من دون أن يدرك السياسي الموضوع في منصبه ببغداد ما الخطوة التالية وماذا يجب أن يدفع الأمريكان من استحقاقات لا يمكن للشعب العراقي أن يتنازل عنها لقاء احتلال بلدهم وتمزيقه بغض النظر عن المقولات والأغراض السياسية التي كانت ذات يوم شعارا للتعبئة ولم يعد لها أي ذكر بعد 18 عاما. بلغ فيها الطفل العراقي الرضيع يوم احتلوا بغداد عنفوان شبابه اليوم ليجد نفسه في واقع ماكث تحت خط الفقر حتى في أغنى بقاع العراق بالثروة النفطية في البصرة التي فيها نسبة الواقعين تحت خط الفقر أكثر من 40%. ما هو الأفق الذي يمكن أن تلتقطه عينا هذا الشاب العراقي الذي ليس له ماض سياسي أو معرفي ما قبل العام 2003؟ المفاوضات الخاصة بقضية الانسحاب الأمريكي من العراق ليست منتهى الأهداف، ذلك أن واشنطن نفسها ومن دون ضغوط تميل في هذا الجزء الزمني من استراتيجيتها في الشرق الأوسط إلى أن تخفف عدد جنودها. وأضاف الكاتب: حتى لا تتكرر أخطاء المباحثات السابقة مع الأمريكيين لابد من رؤية عميقة يشترك فيها مفكرون وأصحاب رأي ومشورة وتجربة، وليس مجرد فريق حكومي تحت ضغط سياسي مهلهل قد لا يرى أبعد من خطوات إجرائية آنية ليس لها أفق مستقبلي لبلد غرق من ظلمات الماضي وليس له حاضر واضح والمستقبل أمامه ظلمات كبرى. حذر صحيفة اندبندنت عربية من المخاطر على حياة المواطنين في العاصمة بغداد بسبب الغازات المنبعثة من محطات الكهرباء ومصافي النفط، ورأت الصحيفة في تقرير لها أن تعاني العاصمة العراقية مشكلات بيئية متعددة لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة مع عدم وجود حلول تذكر لها من الحكومات العراقية المتعاقبة والتي انشغلت كثيرا بملفات أمنية واقتصادية وأزمات سياسية أهمل معها هذا الموضوع الحيوي كثيرا. الغازات السامة التي تنبعث من محطات الكهرباء ومصفى الدورة وغيرها من المنشآت الصناعية التي أصبحت بعد التوسع السكاني داخل التصميم الأساسي لبغداد تمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة وحياة الآلاف من البغداديين لكونها أصبحت على مقربة من مساكنهم ومطاعمهم وحياتهم اليومية. وبالتزامن مع الغازات الصادرة من هذه المنشآت الحيوية ما يقوم به المواطنون يومياً من حرق النفايات للتخلص منها خصوصاً في أطراف العاصمة وبكميات كبيرة يمثل مشكلة كبيرة فضلاً عن الآلاف من المولدات الأهلية المنتشرة في بغداد كبديل عن الكهرباء الحكومية التي لم تجد حلاً طوال أعوام طويلة، مما أدى إلى أن تصبح هذه المولدات أحد البدائل للسكان التي لا تعتمد على الشروط البيئية والصحية وتؤدي إلى سحب دخانية في سماء العاصمة. ويتوسع ملف التلوث البيئي ليشمل أكثر من 2 مليون سيارة تطرح عوادمها غازات سامة وبكميات هائلة من دون وجود حزام أخضر يستطيع التقليل من أضرار هذه الغازات السامة، فالحزام الأخضر حول من قبل بعض الجهات المتنفذة إلى أراضي للسكن اقتطعت أغلب بساتين وأراضي بغداد الزراعية منذ عام 2003 وسط عجز حكومي واضح عن إيقافهم، لتحول العاصمة إلى مناطق جرداء أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التلوث إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ بغداد. وترى الصحيفة في ختام تقريرها أن التقليل من مستوى التلوث في بغداد بحاجة إلى قرارات صعبة لها تكاليف اقتصادية كبيرة لا يمكن تنفيذها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق. لا تكمن المفاجأة في قرار السلطة الفلسطينية في العودة إلى مربع التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني واستئناف الاتصالات معها بقدر ما تكمن في ردة الفعل المتفاجئة من كثيرين من جراء ذلك.
أسامة أبو رشيد ذكر في صحيفة العربية الجديدة أن السلطة الفلسطينية مصممة بطريقة لا تقبل الفطام أو الفصم عن الثدي الصهيوني، سواء كان سياسياً أم أمنياً أم اقتصادياً، بمعنى أن وجودها بشكلها الحالي في حد ذاته مرتبط باستمرار وجود الاحتلال. هذا أمر لا ينكره الرئيس محمود عباس ولا ينكره المسؤولون الفلسطينيون الآخرون، ومن حاول ذلك كان مصيره التهميش أو القتل، وما مثال ياسر عرفات رحمه الله عنا ببعيد. هذه هي الحقيقة التي كثيراً ما نحاول غض الطرف عنها، ونحن نمني أنفسنا بإمكانية اجتراح مسار فلسطيني رسمي جديد في التعامل مع الاحتلال وفي إعادة اللحمة الداخلية وإطلاق المشروع الوطني مرة أخرى. إذا نظرنا في تبريرات مسؤولي السلطة نجد أن أساسها أمران مركزيان، الأول كما يقول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد جتية فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والثاني تلقي السلطة رسائل إسرائيلية تؤكد التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. لا يمكن فهم حديث مسؤولين في السلطة الفلسطينية عن تقديم بوادر حسن نية استباقية لإدارة بايدن المقبلة، وكأنه بقي لدى الفلسطينيين ما يقدمونه، إذا لم يكن هذا هو الوهم بذاته، وإذا لم يكن هذا خداعاً للذات، وإذا لم يكن هذا هو العبث، فماذا يكون؟ أما زعم تلقي السلطة رسائل رسمية من إسرائيل تؤكد التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، وهو المبرر الثاني لإعادة التنسيق الأمني مع الدولة العبرية، فهو أوهن من أن يرد عليه، فتاريخ وعود إسرائيل الزائفة أكبر من أن يحجبها غربال تبرير قادة السلطة الفلسطينية. وأضاف الكاتب أنه لا بد من التذكير بأن السلطة الفلسطينية صممت لتؤدي دور أداة في ترسيخ الاحتلال الصهيوني بأقل التكاليف، ومن دون الاعتراف بهذه الحقائق لا يمكن الحديث عن حلول وإعادة تأسيس لمشروع وطني جامع لكل الفلسطينيين وإطلاقه. وسنبقى ندور في الدائرة المغلقة نفسها من حوارات فصائلية بحسب تعبير الكاتب تبعنا أوهاماً ولا تأتي لنا بثمار. تساءل الصحيفة الجارديان البريطانية عن أثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف النزاع الفلسطيني الصهيوني، وأوضحت الصحيفة في مقال كتبه أوليفر هولمز أن الرئيس الأمريكي صور نفسه رئيساً انعزالياً يركز على الأمريكيين، ومع ذلك فإن من المحتمل أن يكون تأثيره أكبر من تأثير أي من أسلافه في إحدى قضايا السياسة الخارجية الرئيسة، ألا وهي الكيان الصهيوني وفلسطين. يقول الكاتب إن القائمة طويلة لما قام به ترامب في هذه القضية، ولكنها ركزت بشكل عام على تقديم تنازلات للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وإضعاف الفلسطينيين والضغط على الدول العربية لإنهاء العزلة الإقليمية لإسرائيل. ويضيف أنه في وقت مبكر من ولايته اعترف ترامب بمطالبة إسرائيل بمدينة القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك، واتخذ جانباً واضحاً في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشرق الأوسط. ويلفت الكاتب إلى أنه في كانون الأول ذهبت واشنطن إلى أبعد من ذلك بإصدار رؤية للسلام منحت حكومة إسرائيل غالبية مطالبها الإقليمية من خلال الاعتراف بمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كجزء من إسرائيل. واعترف ترامب أيضاً بمطالبة إسرائيل بمرتفعات الجولان. ويقول الكاتب إنه على الرغم من رمزية بعض هذه الإجراءات إلا أن تأثير هذه التحركات بالغ الأهمية، لأنها كسرت الوضع الراهن للسياسة الخارجية الأمريكية الذي دام عقوداً. يرى الكاتب أن ترامب أضعف الفلسطينيين بشكل حقيقي وكبير جداً، حيث أوقف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية التي كانت تذهب إلى أكثر الفلسطينيين احتياجاً. في الوقت نفسه فقد فرض عزلة على القيادات الفلسطينية، على سبيل المثال بإغلاق المكاتب الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. أضاف الكاتب أن ترامب أدى دوراً كبيراً في تعزيز مكانة الكيان الغاصب في الشرق الأوسط الكبير، وفيما وصف بأنه تتويج لترامب ضيف الرئيس الأمريكي اتفاقيات سلام في البيت الأبيض هذا الصيف بين الكيان الصهيوني والبحرين والإمارات.
ويرى أن هذه الاتفاقات تاريخية من دون شك، من حيث أنها حطمت في الأقل الإجماع العام بين الدول العربية على أنه يجب نبذ هذا الكيان بسبب احتلاله العسكري الفلسطيني. تناولت مجلة إيكونومست تداعيات رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وذكرت أن عبارة أوقف السرقة أصبحت شعار الجمهوريين الغاضبين الذين صدقوا مزاعمه بأن الديمقراطيين سرقوا فرص انتخابه بتزوير واسع، وتحول إلى وسم في منصات التواصل الاجتماعي وإلى هتاف يصرخون به حينما يتدفقون إلى الشوارع، كما فعلوا في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني عندما تظاهروا في العاصمة واشنطن، وقد توقف موكب الرئيس لكي يحييهم. المجلة تقول إن ترامب ظل يبدي ميلا لعدم الاعتراف بالهزيمة أو أي خطأ، وهو ما أدى لسيناريو غير مسبوق، رئيس أمريكي لا يزال في منصبه يرفض تسليم السلطة بناء على مزاعم لا أساس لها عن تزوير في الانتخابات، وهي اتهامات خطيرة لمؤسسة لا يمكن الدوس عليها ومن الصعب التقليل من شأنها. وترى المجلة أن فرصة عكس نتائج الانتخابات متدنية، وفشلت كل الدعاوى القضائية التي قدمها فريق ترامب في الولايات المتأرجحة التي خسر فيها. وتشير المجلة إلى أن تصرفات ترامب تثير القلق، فعملية الانتقال الرئاسي تحتاج إلى نحو 4000 من موظفي الخدمة المدنية، منهم 1200 يجب أن يوافق عليهم مجلس الشيوخ، وبعدم اعترافه بالهزيمة فقد أوقف ترامب العملية. ولا يحصل بايدن على إجازات يومية، وليس لفريقه منافذ على الاتصالات الحكومية المؤمنة، ويعتمد بدلاً من ذلك على تطبيقات هاتفية مشفرة. وتقول المجلة إن العملية الانتقالية المتوقفة هي امتحان لحزب الرئيس، فقد عبر المعارضون لترامب في الحزب أن يوجه الناخبون له توبيخا شديدا بشكل يؤدي لمحاسبة من حاولوا التعايش معه، لكن هذا لم يحدث، فقد استفاد الجمهوريون من المشاركة الواسعة لأنصار ترامب، وربما احتفظوا بمجلس الشيوخ وزادوا من مقاعدهم في مجلس النواب. أضافت المجلة أن الواقع سيفرض نفسه في مرحلة ما وستتلاشى الدعاوى القضائية، وبدأت الولايات بالموافقة على نتائج الانتخابات، وستصوت المجمعات الانتخابية في 14 من شهر كانون الأول ديسمبر رسميا على بايدن لكي يكون الرئيس المقبل، وبدأ عدد من الجمهوريين يعبرون عن هذا بدعوتهم إلى حصول بايدن على الإجازات اليومية. طور فريق بحثي بقيادة باحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية شكلا جديدا من تقنيات رسم خرائط الدماغ الصديقة للأطفال، والتي يمكن أن يكون لها آثار مهمة في فهم بعض الأمراض كاضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي. وتستخدم هذه التقنية مستويات غير ضارة من الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء، والتي توصل بغطاء يمكن ارتداؤه لتوليد صور ثلاثية الأبعاد مفصلة لنشاط دماغ الأطفال. وهذا يعني أن الأطباء وعلماء الأعصاب يمكنهم تصوير دماغ الطفل من دون الحاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر مكلف ويصعب تطبيقه في أثناء استيقاظ الأطفال. وقد طبق الباحثون هذه التقنية التي سموها التصوير المقطعي البصري عالي الكثافة في الرضع بعمر 6 أشهر، وأوضحوا أن الغطاء القابل للارتداء بتلك التقنية يستخدم مئات من مصابيح الليد وأجهزة كشف ضوئية مرتبة في شبكة كثيفة فوق فروة الرأس لرسم خريطة للتغيرات في الأكسجين بالدماغ. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.